كمان يا احمد الشناوي برضو عايزين نقول ونديله كريدت. الحقيقه امبارح كان الماتش رقم 18 اللي شباكه تبقى نظيفه في الدوري، يعني ما دخلش في شباكه غير 8 اهداف. الحقيقه دايما بيثبت ان هو بيطمن كمان جمهور الاهلي على حراسه المرمى. وطبعا النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي مهمه جدا، انه تغييرات فايلر. الراجل ده عارف يدير اللقاء، عارف هو بيعمل ايه. يعني الجونين اللي جم كانوا بالبدايل، واللي عمل الاسيستين اجاي برده كان بديل. صحيح. فده بيطمنا برده على فكر فايلر، لو انت تتفق في ده. طبعا الى حد كبير. طبعا راجل قدر يقرا الماتش ويعمل تبديلات في توقيت صعب جدا على اي فرقه. احنا بنتكلم انه حاله الطفره حصلت في اداء الفريق تقريبا في الدقيقه 80، وده بيبقى توقيت صعب جدا. ماتش مقفول طول ال 80 دقيقه، اللعيبه بذلت جزء كبير جدا من مجهودها، وبالتالي كل ما بتقرب او بنقرب لصفارة الحكم بيبقى التوقيت صعب، لكن ده بيظهر دايما معدن رجالة الاهلي.